في الحقيقه ليفاندوفسكي كمان عنده ميزه حلوه قوي، اخر 5 سنوات محافظ على نفسه، يعني اخر 5 سنوات الراجل يعني ماشي بشكل كويس جدا، دايما متواجد ضمن قائمه الهدافين، دايما متواجد ضمن قائمه ابرز اللاعبين في بايرن ميونخ. تعالوا اقول لكم الارقام كده، ليفاندوفسكي شارك الموسم ده في 44 مباراه، ميسي شارك في 57 مباراه، محمد صلاح شارك في 45 مباراه. مش عارف اقول لكم الارقام ونقارن مع بعض ولا اقول لكم ارقام كل واحد لوحده، يعني انا وجهه نظري ان انا اقول لكم الارقام عشان مع بعض عشان نقدر نشوف الفروق عامله ازاي. ليفاندوفسكي 51 هدف، ميسي 43 هدف، محمد صلاح 26 هدف. خليكم فاكرين او خليكم عارفين كويس ان انا بكلمكم على الفتره من 8 اكتوبر 2020 حتى 7 اغسطس 2021، فيعني الفتره اللي قبل كده او اللي بعد كده مش محسوبه، احنا بنتكلم على فتره زمنيه هي دي اللي اتحددت فيها جائزه ذا بيست. زي ما قلت لكم ليفاندوفسكي لعب 44 مباراه سجل 51 هدف، ميسي 57 مباراه سجل 43 هدف، محمد صلاح 45 مباراه سجل 26 هدف. ليفاندوفسكي عمل 8 اسيست، ميسي عمل 17 اسيست، محمد صلاح عمل 6 اسيست. الدريبل مثلا، ودي الحقيقه يعني رقم ميسي بعيد شويه عن كل الناس القريبه منه، يعني ميسي ليفاندوفسكي عمل 41 دريبل او عمل 41 مراوغه صحيحه، ميسي عمل 276 مراوغه صحيحه، محمد صلاح عمل 39 مراوغه صحيحه. الافضل لاعب في المباراه محمد صلاح حصل عليها 4 مرات في الفتره الزمنيه اللي قلت لحضراتكم عليها، ميسي 33 مره في الفتره الزمنيه اللي قلت لحضراتكم عليها، وليفاندوفسكي حصل عليها 16 مره في الفتره اللي قلت لكم عليها. فيمكن الارقام طبعا بالنسبه لنا هي يعني عشان نقدر نقيمها لازم اللعيبه لاعبين عدد قريب من بعض في المباريات. يمكن ميسي هو اكتر واحد لعب مباريات في الثلاث لاعبين، ميسي لعب 57 مباراه مسجل 43 هدف، صلاح لعب 45 مباراه مسجل 26 هدف، وليفاندوفسكي لعب يعني 44 مباراه مسجل 51 هدف.